نرفع القدرة الشرائية بتقوية الدينار الجزائري أولا. ثانيا، السلام عليكم خاوتي، إن شاء الله تكونوا ملاح. اليوم نحاول نجاوب على التساؤل اللي يطرحوه أغلب الجزائريين، وكل ما نتكلموا على مواضيع اقتصادية إلا ونشوف نفس التساؤل، خاصة هذه الأيام، ورغم أنه جاوبنا عليه مرارا وتكرارا وبطرق مختلفة وبأدلة مختلفة، ولكن كاين بزاف ناس ما يقنعوش بهذه الأجوبة. نحاول نجاوب عليه دركا يعني ببساطة وفي عجالة. وقتا يطلع الدينار الجزائري، واش هي الآليات اللي تخلي الحكومة ولا رئيس الجمهورية يطلع الدينار الجزائري ولا يهبطه؟ صح، أولا يلزم تعرفوا باللي الرفع من قيمة الدينار الجزائري ولا التخفيض نتاعو ما راهيش من صلاحية الحكومة، ما راهيش من صلاحية رئيس الجمهورية، ولكن هي من صلاحية البنك المركزي الجزائري. والبنك المركزي الجزائري كما كامل البنوك المركزية في العالم هي مؤسسة مستقلة، من المفروض تكون مستقلة، الاستقلالية نتاعها تتفاوت بين بلاد وبلاد، ولكن خلونا نقولوا في الجزائر اللي هي مؤسسة مستقلة. واش هو الهدف الأساسي والرئيسي نتاع البنك المركزي؟ البنك المركزي الهدف نتاعو باش يحافظ على السياسة النقدية، والسياسة النقدية هي اللي تخلي العملة نتاعك تطلع ولا تهبط ولا تبقى مستقرة. ولكن هو الهدف نتاعهم الرئيسي أنه يخلوا العملة نتاع بلادك اللي هي الدينار الجزائري تتلائم مع حجم الاقتصاد نتاعك. وهذه هي الفكرة اللي كتكمل الفيديو للآخر راح تفهمها بكل بساطة. صح، البنك المركزي الجزائري علاش من ذاك يهبط الدينار وعلاش من ذاك يطلعه وعلاش الدينار نتاعنا مخافض؟ بكل بساطة يلزم تعرف باللي كاين ثلاث أنواع لأنظمة سعر الصرف. احنا نشرحوا دركا زوج هما اللي يهمونا. كاين نظام سعر الصرف العائم، يعني العملة نتاعك تكون معومة، تكون خاضعة للعرض والطالب، كيما الدولار وكيما الجنيه الاسترليني وكيما الأورو. هذه العملات هذه خاضعة للطالب والعرض، تسمى إذا كان كاين طالب على هذه العمولات راح يرتفع السعر نتاعها، إذا ما كانش كاين طالب نخفض الطالب عليها وكان العرض أكثر راح تنخفض السعر نتاعها. صح، واش هي الحاجة اللي تبين لك باللي راه كاين طالب متزايد على العملة نتاعك؟ نتا قال بلد راك تعيش في مرحلة تاع رواج اقتصادي وراو عندك نمو وتنمية وكذا، يا اكيد راح يكون عندك صادرات. قال مثلا امريكا راهي كاينه رواج اقتصادي وكاين معدل نمو لاباس به، تما راح تبدا تصدر للبلدان، راح تصدر للصين وتصدر للاتحاد الاوروبي وتصدر للدول الاخرى، تما الدولار راح يولي مطلوب وعليه راح ترتفع القيمه نتاعو، ولا تاع اليابان ولا تاع الجزائر ولا اي عمله واحده اخرى. العمله اذا كانت كاين تصدير تسمى الناس راهم يحتاجوا العمله نتاعك باش يشروا هذيك المنتجات، راح ترتفع السعر نتاعها. نفترضوا بلد من البلدان قال الاتحاد الاوروبي يرفعوا اسعار الفائده، هذه الطريقه الثانيه. نفترضوا يرفعوا اسعار الفائده، كي يرفعوا البنوك نتاعهم يرفعوا اسعار الفائده، يجوا المستثمرين من كل دول تاع العالم، مستثمرين من إفريقيا، مستثمرين من آسيا، مستثمرين من أمريكا، يروحوا يدوا الأموال ويحطوهم في البنوك الأوروبية. ومادام يحطوهم في البنوك الأوروبية تسمى راح يشروا الأورو، ومادام يشروا الأورو تسمى راه يرتفع الطالب عليه وراح تشوفوا الأورو يرتفع. كان طريقة ثالثة هي أيضا أسعار فائدة ولكن تاع السندات اللي عندهم الدول هذه اللي عندهم البورصات وكذا، يا من ذاك قال ألمانيا ولا فرنسا ولا إسبانيا ولا كامل الاتحاد الأوروبي يطرح سندات في البورصة بأسعار فائدة نوعا ما تكون مرتفعة، وعليه المستثمرين في كامل العالم يحبوا يشروا هذه السندات، يحولوا الأموال تاعهم من الدولار ولا يكون عنده جنيه مصري ولا يكون عنده دينار جزائري، يكون عنده الين اليوان كامل هذه العمولات يبيعهم ويروح يشري الأورو باش يشري هذه السندات. تسمى دا اي بلاد كي تطرح سندات تطرحها بالعمله نتاعها.
هذا الشيء يؤدي إلى الرفع من الطالب على الأورو وعليه ترتفع. هذه هي الفكرة اللي تخلي أي عملة ترتفع. أيضا كان عامل واحد آخر هو السياح، مش عارف أنا قال مصر هذا العام راهي مسجلة عدد سواح بزاف، وعليه للأوروبيين والأمريكيين والروس والصينيين يحبوا يروحوا يحوسوا ثم. قال مصر سجلت عدد تاع سواح 30 مليون ولا 40 مليون، أكيد هذو السواح راح يبدأوا يطلبوا في العملة المحلية تاع المصريين، راح ترتفع القيمة نتاعها. وعليه هذا هو شيء معني أنه إذا كان كاين طالب متزايد على أي عملة راح ترتفع القيمة نتاعها. من ذاك تحدث العكس، قال أمريكا طلعت في سعر الفائدة نتاعها، المستثمرين اللي يكونوا في مصر راح يبيعوا العملة المصرية لا باش يروحوا يستثمروا في البنوك الأمريكية، وما لهنا في مصر وش راح يصرع راح يخرجوا أموال. كيف الأوروبيين كاين بزاف يولي يبيع الأورو نتاعو يقول لك أنا نروح نشري الدولار خير، يروح يستثمر في ثم الأورو راح يبدأ ينخفض. المستثمرين اللي عندهم الأموال بالعملة الصينية ولا بالعملة الروسية ولا بالعملة اليابانية، أي عملة من العملات على الخارج، راح كامل تبدأ وتشوفوا انخفاض في يعني القيمة تاع هذيك العملات. علاش؟ لأنه الأموال راهي تخرج من هذيك البلاد، وهذه الظاهرة ما عندهاش بزاف من اللي صرعت عامين ولا ثلاث سنوات، لأنه كان كاين تضخم كبير في أمريكا، كانوا يرفعوا في نسبة تاع الفائدة، وما لا المستثمرين من مختلف الدول تاع العالم كانوا يدوا الأموال نتاعهم وراحوا يستثمروا ثم. والأزمة اللي صرعت في مصر راهم يعانوا دركا. علاش؟ لأنه كثير من المستثمرين خرجوا الأموال نتاعهم هذيك، لأنه عندهم مستثمرين في حاجات تسمى الأموال الساخنة، وإذا ما راهيش المجال نتاعنا باش نشرحوها. هنا بيت القصيد، وش هو المعيار اللي يعتمد عليه البنك المركزي باش يطلع القيمة تاع الدينار الجزائري ولا يخفضها؟ يمشي بنفس اللوجيك تاع نظام سعر الصرف العائم تاع الأورو والدولار والجنيه وهذيك العملات اللي شرحناها في البداية، ولكن احنا قلنا باللي هو هيئة مستقلة وما لوش يدير، هو يبقى يعس في الأداء تاع الحكومة. إذا شاف باللي الأداء تاع الحكومة راه مليح تستهل باش يطلع لها القيمة تاع الدينار الجزائري باش يتوافق مع حجم الاقتصاد ويقوم بهذا الشيء. إذا شاف مثلا راه عندنا صادرات كبيرة رانا نبيعوا للخارج تسمى راه كاين طالب على الدينار الجزائري، وشاف باللي الاستيراد نتاعنا نقص تسمى الأموال ما يش تخرج بزاف، إذا شاف باللي راه كاين سياح تسمى راه كاين ناس يطلبوا الدينار نتاعنا في الخارج وراهم يجوا هنايا تسمى الحجم تاع الاقتصاد نتاعك راه يكبر، إذا شاف باللي راهم يدخلوا استثمارات أجنبية من الخارج، ناس تجي تحل شركات هنا أوروبيين ولا أمريكيين ولا من اليابان ولا من الصين ولا من كوريا، أكيد أي واحد باش يجي يستثمر في بلادك راح يجيب العملة نتاعو يعطيها البنك الخارجي نتاعك ويطلب بالدينار الجزائري يحولوها له هنايا وكذا، تسمى راه كاينة انتعاشة وراه كاين طالب على العملة نتاعك. يجوا أجانب يطلبوا سندات ولا أسهم من البورصة نتاع الجزائر ولا يحطوا الأموال نتاعهم في البنوك الجزائرية، ثم راح يدخلوا الأموال نتاعهم هنا ويطلبوا الدينار الجزائري. البنك المركزي راه يعس كما قلنا في الأداء تاع الحكومة، إذا شافوا إيجابي يقول الحجم تاع الاقتصاد نتاعنا راه يكبر يلزم نكافئهم ونطلعوا في القيمة تاع الدينار الجزائري. وإلا العكس صحيح، البنك المركزي إذا شاف بلي الأداء تاع الحكومة راه كاين استيراد كبير والصادرات ما كاش، سياحة ما كاش، الاستثمارات ما تخرج للجزائر ولا ربما راهي تخرج، ما كاش اللي يحولوا الأموال نتاعهم سواء للبنوك الجزائرية ولا للبورصات الجزائرية، ما لهوش راح يدير يبدا يخفض لك في القيمة تاع العملة هذه. واش هي الفكرة الرئيسية باش البنك المركزي يخفض لك القيمة تاع العملة؟ بالنسبة لي هو ما تهموش بزاف قال الوضعية الاجتماعية تاع الناس، ما رايش هذه خدمة تاع البنك المركزي. البنك المركزي يحاول يخلي القيمة تاع العملة نتاعك تساوي الحجم تاع الاقتصاد، لأنه لو كان دير غلطة
وتقيم العملة نتاعك أكبر من الحجم نتاع الاقتصاد نتاعك، ممكن تدمر الشركة المحلية، ربما تشوفها باللي مبالغة وكذا، ولكن دوك نشرحها لكم في عجالة. نفترضوا الاقتصاد نتاعنا ضعيف، ومن بعد البنك المركزي يروح يقوي الدينار الجزائري، هذا الشيء وش راح يصير؟ يخلي انه المواطن الجزائري القدرة الشرائية نتاعو ترتفع، والقدرة الشرائية نتاعو كي ترتفع راح يبدا يطلب في منتجات أجنبية، يحب يشري السلعة تاع أوروبا، يحب يشري سيارات بزاف من الخارج، يحب يشري أي حاجة من الخارج، لأنه أنت القدرة الشرائية نتاعك ارتفعت، أكيد راح تتوجه لزيادة الطالب. هذا الشيء وش راح يخلي؟ يخلي الاستيراد نتاعك يزيد والصادرات نتاعك تنقص. علاش الصادرات نتاعك تنقص؟ لأنه احنا زدنا في القيمة تاع العملة نتاعنا، وعليه الأجانب منش عارف أنا أوروبيين، ولا كنا نبيعوا لأفارقة، قال كنا نبيعوا لتونس ولا مصر ولا السعودية بعض المنتجات الجزائرية، راح يقولوا يشوفوها باللي ارتفع السعر نتاعها، غلات، لأنه احنا غلينا من العملة نتاعنا. وما لهذا الشيء وش راح يسرى؟ يخلي أنه المنتجات المحلية الجزائرية ينقص الطالب عليها سواء محليا ولا خارجيا، ثم راح نكسروا النسيج الاقتصادي نتاعنا، وراح نشجعوا الطالب على منتجات أجنبية، ثم الصادرات نتاعنا تزيد تنقص اللي هي صغيرة، والواردات نتاعنا تزيد. هني عبلي اللي ما راهمش متخصصين في الاقتصاد وكذا يقول لك لا ربما تزيدوا عليها ولا تفلسف ولا، ولكن هذه هي ما بديهية عند الاقتصاديين. روح شوف أي واحد دير شروحات كيفاش تأثر العملة نتاعك إذا تقوات، كيفاش تأثر على الصادرات والواردات وكذا، وهذا هو الشيء اللي يخلي بلاد كيما الصين رغم أنه كما تسمى مصنع تاع العالم، ولكن العملة نتاعها منخفضة وهي تخفضها، وبلدان كيما أمريكا والاتحاد الأوروبي يحتجوا يقولوا لها علاش راكي تخفضي في القيمة تاع العملة نتاعك؟ علاش؟ لأنه هما يخفضوا باش المنتجات الصينية في العالم كامل تولي تبان منخفضة، ولا اليابان مثلا، اليابان العملة نتاعها تساوي العملة تاع الجزائر تماما، قادرين يقويوها بزاف وكذا، ولكن هم محافظين على العملة نتاعهم نوعا ما منخفضة لأسباب اقتصادية، ما عندهمش سبب واحد آخر. وكاين كثير من البلدان، كاين اندونيسيا ولا كاين كثير من البلدان كنا شرحناها مقبل، العملات نتاعهم نوعا ما منخفضة. هل يعرف باللي التساؤل الرئيسي اللي حبوا يعرفوه الجزائريين كنا جاوبنا عليه مقبل، ولكن نحاول نجاوبوا عليه في تساؤل ولا في فيديو آخر، لأنه هذاك موضوع أيضا يطول ويلزموا شروحات بزاف. يحبوا يعرفوا علاش العملة الجزائرية يعني الدينار الجزائري أقل من دينار ليبي، ولا العملة تاع المروك، ولا العملة تاع مصر، ولا العملة تاع ولا العملة تاع كثير من البلدان الإفريقية اللي الاقتصاد نتاعها مش قوي، ولكن العملة نتاعنا منخفضة. هذه راح نديروا لها فيديوهات ولا فيديو يعني مخصوص. ولكن الفكرة الرئيسية من الكلام هذا نتاعنا كامل أنه رئيس الجمهورية ولا الحكومة ولا وزير المالية ما راهمش مخولين باش يرفعوا من القيمة تاع العملة من الدينار الجزائري ولا يخفضوها. البنك المركزي هيئة مستقلة يبقى يشوف الأداء نتاعهم. الحكومة الخدمة نتاعها أنه تقوي لك الاقتصاد نتاعك، تخلق لك اقتصاد قوي يؤدي إلى إنتاج محلي، الإنتاج المحلي هذا يخليك تستغنى على الاستيراد وتزيد في الصادرات نتاعك، يؤدي أيضا إذا دخول استثمارات أجنبية، يؤدي أيضا إذا إمكانية دخول سياحة إلى الجزائر، تتقوى البورصة نتاعك، يزيد الطالب على المنتجات المالية نتاعك. هذا كامل البنك المركزي كيلاحظوا باللي هذا الشعب راهو ينتج، راهو يخدم، يلزم نكافئوه، نطلعوا القيمة تاع العملة نتاعو، كي نطلعوا القيمة تاع العملة نتاعو تزيد القدرة الشرائية نتاعو. إذا شاف باللي الأداء تاع الحكومة راهو ينخفض، هو راح يبدا يخفض لك، ما يحوش عليك انت يا القدرة الشرائية نتاعك ترتفع ولا تنخفض، هذيك الخدمة تاع الحكومة ما راهيش الخدمة تاع البنك المركزي اللي نقولها ونعودها هي هيئة من المفروض تكون مستقلة. وعليه
احنا كجزائريين للاسف الشديد نركزوا بزاف مع القيمه تاع الدينار الجزائري، ونعتبروها باللي هي المعيار الوحيد لمعرفه حجم تاع الاقتصاد، وهذه الفكره غلطه. كاين العديد من المؤشرات الاقتصاديه، كاين تاع الاقتصاد الكلي، كاين تاع الاقتصاد الجزئي، كنت شرحتها في فيديوهات سابقه. لربما نعاود نحط لكم هذا الفيديو لانه راه كاين بزاف تساؤلات عليه، اللي تخليك تعرف الاقتصاد نتاعك راه مليح ولا راه عيان. من بينها العمله، العمله اذا كانت تنخفض عرف باللي الاداء تاع الاقتصاد نتاعك عيان، اذا كانت ترتفع عرف باللي الاداء تاع الاقتصاد نتاعك راه مليح. هذه هي خوتي الفكره. كالعاده في التعليقات اعطونا تساؤلات نتاعكم ولا اضافات ولا كش الناس خاصه اللي يعرفوا هذا المجال تاع العملات وكذا، كش حاجه مثلا غلطنا فيها ولا تساؤلات. ولكن كما قلنا الناس اللي يعرفوا هاد الامور تاع العمولات ماشي شعبويه، ولا كاين ناس من ذاك يخسروا في الكلام وكذا. هذا هو خاوتي الفيديو نتاعنا تاع اليوم. اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، جام كومونتير، والسلام عليكم.